جئنا إليك أبونا السماوي، عيوننا الشاخصة إليك. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة. هاليلويا، ما أروع تواجدنا في محضر ملك الملوك، سيد الأرض كلها، رب الخليقة. هو الإله النهاردة اللي جاي عشان يباركنا، جاي عشان يشرق بالنور دوا على حياتي ويباركني، جاي عشان يحيي الميت، جاي عشان يطبطب على كل حد حزين وتعبان النهاردة، جاي عشان يرثي لضعفتنا. كتاب يعلمنا كده، لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا. مش شيء يعزي قلبك ويعزي قلبك انه اتجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه، كل الظروف وضع فيها، فحاسس بي، شاعر بي، شايفني وسمعني، ومستمتع انه يجلس قدامي النهارده ويمتعني بحضوره وبهائه. مين يقول له افتح عيني النهارده اشوف مجدك، شوف حلاوتك يا رب، شوف قد انت رائع. اللي وقف قدامك وقال لك كده، بني قرح وقف قدامك وقالوا لك انت ابرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمه على شفتيك، لذلك باركك الله الى الابد. انا بصدق النهارده ان في بركات لنفوسنا، بصدق ان الاله الرائع الحلو ده الابرع جمالا كل عين تشوفه النهارده. مين يقول امين؟ أمين. كل عين تراك يا رب النهاردة تستمتع بمحياك، تستمتع ببركات عظيمة، أنت أمرت بالبركة لينا النهاردة. تيجوا نقف كلنا مع بعض، تعالوا كلنا نقف نطلبه، نقول له أنت قريب، أنت قريب لكل الذين يطلبونك، الذين يطلبونك بالحق. أنت قريب جدا لينا يا رب، أنت قريب جدا لينا. هاليلويا، شكرا. عين الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. عين الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. قل لرب أنا عايزك الليلة دي يا رب، متعني بجمالك وحلاوتك يا رب، اسبي قلبي بيك يا رب، اجذبني وراءك فنجري، نفسنا نجري ناحيتك، اجذبنا ناحيتك الليلة دي يا رب. كل عين تشوفك يا رب، كل عين تراك يا رب، وتشهد للكل. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. هاليلويا. الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلم يعوزهم شيء من الخير. شكرا، أنت خيرنا يا رب، لا شيء غيرك. شكرا لأنك أنت نصيبنا الصالح، اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع. أشكرك لأنك ساكن في قلوبنا، مصدر قوتنا، مصدر فرحنا. مين يقول له افتح عيني الليلة يا رب؟ افتح عيني يا رب، عايز أتمتع بيك، عايز أشوف حلاوتك. افتح قلبي المقفول يا رب النهاردة، يفيض جواه مية من عندك. اسكب على قلب العطشان نعمة جديدة النهاردة يا رب، اسكب على قلب العطشان بركة جديدة يا رب. منتظرك. اسكب على قلب النهاردة العطشان لكي ابصر قوتك ومجدك يا رب. عايزين نشوف قوتك الليلة دي ومجدك، نستمتع بيك يا رب. انت صالح والى الابد رحمتك، انت صالح لنفوسنا، انت رائع لكل نفس وجيد لكل نفس تنتظرك، منتظرينك الليلة دي يا رب. تعال النهاردة وارفع كل حمل من علينا يا رب،
كل حزن يهرب من أمامنا النهاردة، كل تنهد يهرب من قدامك، كل جبال المشاكل تتشال النهاردة يا رب، تذوب أمامك، أمام قدرتك وأمام سلطانك. هاليلويا، أنت اللي في العلا أقدر، أنت اللي في العلا أقدر. أنا بعبد إله قدير عظيم، الرب فوق المياه الكثيرة، إله المجد أرعد. هذا الإله له السلطان العظيم أنه يبكم كل ريح وأن الجبال تذوب قدامه. دوب قساوة قلوبنا الليلة يا رب، ادينا نحبك ونعبر بكلامنا وتسبحنا ليك يا رب. فك الأسير يا رب النهاردة، حرر كل مقيد يا رب. تعالى وطبطب النهاردة على كل نفس متضايقة حزينة، تشوف وجهك تستمتع وتفرح يا رب. يا أبرع جمال لك مجد وجلال، حبك فاق الخيال عنوان الصليب. ما لم ترى عين أو تسمع به أذان أو يخطر ببال حبك يا حبيب. يا أبرع جمال ليك مجد وجلال، حبك فاق الخيال عنوان الصليب. ما لم ترى عين أو تسمع به أذان أو يخطر ببال حبك. يلا قولها كمان ووصفه، يا أبرع، يا أبرع. حلو يسوع، لك مجد وجلال يسوع، حبك فاق عنوان الصليب. ما لم ترى عين أو تسمع به أذان أو يخطر ببال. كمان يا أبرع جمال، يا أبرع جمال لك مجد وجلال، حبك فاق الخيال عنوان الصليب. ما لم ترى عين أو تسمع بي أذان أو يخطر ببال حبك يا حبيب. أنا طالب حضورك، أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. قربك مجد تاني، فقربك مجد تاني، عشرتك أغاني، حبك ليه معاني، قلبي بيتهجى. جلسة بين إيدين وسجودي لديك، دي نظرة من عينيك كل ما اتمنى. في قربك مجد تاني، في عشرتك أغاني، حبك ليه معاني، قلبي بيتهجى. واسكني لديك، دي نظرة من عينيك، قربك مجد تاني، قربك مجد تاني، في عشرتك أغاني، حبك ليه معاني، بحبك. جلسة بين ايديك واسكني لديك، دي نظرة من عينيك. كل يلا اطلبوا معايا، أنا طالب، أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. يا نهر السباحة، يا نهر السباحة
وراح يا محول المناحة في قلب الإيد لا للركبتي ولا للحقوي بل بقرب قلبك عبرني إياه يا نهر سباحة من خبري وراحة يا محول المناحة في قلب الإيد لا للركبتي ولا للحقوي بل بقرب قلبك ارويني إياه يا نهر سباحة خمري وراحة يا محول المناحة في قلب الإيد لا للركبتي ولا للحقوي قلبي قرب قلبي يا ظهري سباحة يا ظهري سباحة بتخمري وراحة يا محول المناحة في قلب الإيد لا للركبتي ولا للحقوي لذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب معاك ما أمتع الاقتراب ليك يا رب ما أروع نقترب لبحر ونهر سباحة لا يعبر ما أروع أنك تروينا النهاردة من سواقي الله الملآن ماء نستقي مياه بفرح من ينابيع الخلاص يا رب ارتواء لكل نفس عطشانة النهاردة كل واحد عايز حضورك كل واحدة داخلة النهاردة تتمتع بنورك الحقيقي يا رب اشرق بهذا النور فينا نور فينا يا رب بنقول لك ارفع علينا نور وجهك يا رب فعلا بنورك نرى نورا عشان كده نور قدامنا النهاردة كل عتمة كل ظلمة تختفي من أمامك أنت النور الحقيقي نور في قلوبنا ادينا إعلان جديد النهاردة من كلمتك ودينا إعلان جديد النهاردة قدام عادتنا قدامك وجلستنا قدامك متعنا بالتسبيح لشخصك وانت كمان تستمتع بينا في اسم الرب يسوع أمين أمين اتفضلوا ارتاحوا ما أروع نحن ندخل في محضر هذا الملك المليان بالبركة لنا عنده جود وإحسان كتير يقول ما أعظم جودك الذي إيه ذخرته يعني إيه ذخرته حوشته كأنه بيقول كده في مؤمنين حلوين جايين يستمتعوا بيا فأنا بحوش ليهم ها شوية بركة وشوية إحسان شوية جود شوية نعم من عندي ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر اشكرك لانك مليان بالبركه ليا يا رب اشكرك لان عندك احسان ليا الضعيف يدخل ياخد قوه يعطي المعيا ايه ها قدره والعديم القوه يكثر ايه شده مين داخل بيقول انا شاعر بقمه الاعياء والتعب مين داخل يقول انا حاسس مضغوط وتعبان النهارده شجعك اطمنك واطمن كل واحده فينا النهارده ليك في يسوع كل البركات مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماوات ما تيجي نتقدم بقى قدام الإله المليان بالبركات دي ما تيجي نتقدم ناحيته فلنتقدم بثقة إلى عرش الإيه النعمة لكي ننال أكلة وتحسبت عليك أكلة جميلة قعدة حلوة بيرتب ميدة ليك وميدة ليكي تعالي تقدمي قولي له عايز أنال رحمة عايز أنال نعمة في عينك عايز أجد بركات من إيدك ومن ملئه نحن جميعا إيه أخذنا ونعمة فوق نعمة تعالوا بينا نقول الكلمات دي بدخل عرش النعمة نقول له داخلين قدامك ننسكب ننصحك قدامك داخلين نرنم وفرحانين بيك داخلين بنصدق عارفين كل كلمة قلتها مش هترجع فيها
يلا بينا نقول مع بعض. أمامك ناظر لي واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليه. بدخل عرش النعمة وبسجد نفسي أمامك ناظر لي واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليه. أصلا السابع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي داوي روحي وانشف كل سمعي قولها. أصلا السابع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك المس روحي وارنم تطلق الكلمات تسبيحة ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة. بدخل عرش النعمة وارنم تطلق الكلمات تسبيحة ويفيد قلبي ليك يتكلم وأقدم لك نفسي ذبيحة. أصلا السامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق حضورك المس روحي تسجد روحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلا السامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق حضورك المس روحي إني وعودك أول ذاتي واصل إنها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. بدخل عرش النعمة وصدق إني وعودك أول ذاتي واصل إنها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. أصلا السامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك البس روحي تسجد روحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلا السامع قلبي الضارع قلبي اللي بيشتاق لحضورك البس روحي داوي روحي خبايا بنورا. هللويا لنا إله بيسمعنا. آلهة الشعوب أصنام لها أذان ولا تسمع لها أعين ولا تبصر لها مناخر ولا تشم لها أيدي ولا تلمس لها أرجل ولا تمشي لكن لنا إله حاسس بينا. تأوه الودعاء قد سمعت يا رب الآه بتاعتك سمع شايفني يقول له كده قد رأيت لأنك تبصر المشقة والغم لتجازي بيدك إليك يسلم المسكين أمره أنت صرت معين اليتيم. ما أروعك يا رب سمعنا شايفنا شاعر بينا حاسس بحالتنا مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. خلينا تقدم وأقول له شكرا أنا أنت حاسس بيا شكرا لأجل كل ضغط أنا بدخله لكن في ترنيمة جاية. شكرا لأنه عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تعمل إيه ها؟ روح قدس شغال مش ساكت ما
قدام كل ظروف انا بتعب فيها، روح قدس بيرنم فيا، جعل في فمي ترنيمة. شكرا يا رب، حتى الترنيمة انت اللي حطتها، مش شطارة فينا نعرف يعني نفنن، لكن انت طلبت مننا حاجة جميلة، نرنم حاجة انت اديتها لنا، نقول حاجة اختبرناها معاك، نقدر نشهد عنك ونقول انك انت اللي تدينا تسمح لنا بالألم وتعدينا فيه وتدينا اختبار منه. المرنم في الترنيمة اللي جاية بيقول كده، بات الدمع بين الأكفان وهي الصبح جت. مين يصدق انه إله مؤتي الأغاني في الليل؟ الكلام ده قاله أليهو صديق أيوب، قاله له كده، قال له الناس لما بتتعب وتدخل في مظالم وظلم يصرخوا ويشتكوا لبعض، هم مش عارفين ان في واحد مؤتي الأغاني فين؟ في الليل. أشجعك النهاردة وقت الليل ومخاوفه، لا تخشى من خوف الإيه؟ حتى الليل بكل مخاوفه، أشجعك النهاردة رب يزور حياتك في وسط الليل بتاعك، رب يزور حياتك. يلا نقول يا مؤتي الأغاني في ليلي وأحزاني، يا ضامن سلامي، يا يسوع رعية، سلم من إيده وانت بتقولها له، قول له شكرا لأنك بتجيب أغاني جديدة في قلبي، شكرا لأنك بتزرع جوايا فرح جديد. سلمي دفت عمري دي ملك ايديك،
الصبح جت الألحان وانتصارات واختبارات وانتصارات واختبارات لو كبنا نصرك لينا كمان سلم لي لفت عمري دي ملك ايديك رفع ايدي سلم حياتك لي كل عمري ملك ايديك قالوا كتير فين الخير قالوا كتير فين الخير وانت الخير وانا عايش فيه يا مقتل هللويا. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح قولها قول معايا عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح أنا ليا في إلهي وسيدي الغني كل الترنم والفرح أنا اللي حارم نفسي وطول الليل قاعد أعمل إيه أبكي كلمة يعني يبيت البكاء يعني قاعد مش نم وحزين شوية لا ده قاعد طول الليل يعمل إيه قاعد طول يقضي الليل كله في البكاء قاعد طول الليل كله يبكي يبكي أنا أشجعك وأشجع كل واحد فينا النهاردة يتحول الظلام إلى صباحا وتطمئن لأنه يوجد رجاء اللي وصل لآخر نفس يجي النهاردة عند رجلي يقول له شكرا لأن في أمل حتى لو في آخر نفس أنت اللي سمعني النهاردة الغارس الأذن ألا يسمع صانع العين ألا يبصر اشكرك لان الاخر نسمة حتى في الهزيع الرابع يا رب هتوقع انك هتيجي عارفين في الهزيع الرابع هم افتكروا ان هو ايه ظنوا ايه خيال حتى من كتر الخوف حتى الحقيقة تحولت لايه لخيال وهم لكن ادعيك النهاردة تيجي في محضر الاله اللي عنده نور يكشف لك الحقيقة ويقول لك انا الحقيقة انا موجود امن بيا صدق هتشوف عجائب وتشوف امور عجيبة انا الفاعل عظائم لا تفحص وعجائب لا تعد عندي قدرة عندي عظمة صدق وآمن اشهد عنه قول مين زينا ومين مين زينا في علاقتنا معاك الناس كلها تحسدنا مش ناس تسأل فين إلههم لأن احنا حزانة وقاعدين زعلانين فيقولوا فين إلههم لا الناس يقولوا مين إلههم ده مين إلههم ده سر الفرح اللي جواهم سر القوة دي سر انه عارف يغفر ايه سر انه عارف يعيش ويتحدى العالم رب يدينا النهارده نختبر ده نقول كده الاله القديم ملجا والاذرع الابديه من تحت هيسندك صدقني هيسندك حتى لو فيها هزيع رابع هيسندك هتقولي معايا الكلمات دي وتقول معايا وترنم انا ليا اله عظيم اشهد عنه قول معايا في الترنيمه اللي جايه ليس مثل الله يا يشرون يركب السماء في معونتك جاي مخصوص عشان يعينك جاي مخصوص عشان يعينك أنقذني من الهبوط إلى حفرة الجحيم فدى نفسي من العبور إلى الحفرة لكي ترى حياتي النور مين يقول له شكرا أوجدت لي حياة فيك يلا نغني بين الناس
سامحني رغم اني عوجت المستقيم وما حاصك ذنوبي وماضي الأثيم. سامحني سامحني رغم إني عوجت المستقيم ومحى صك ذنوبي وماضي الأثيم. وبغني بين الناس ده أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس ده أنا ليا إله عظيم. ده أنا ليا إله عظيم. أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم. انا ليا اله عظيم. وبغني بين الناس انقذني من الهبوط الى حفره الجحيم وجدت انا فدية في دمه الكريم. انقذني من الهبوط الى حفره الجحيم وجدت انا فدية في دمه الكريم. وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم. وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم. انا ليا اله عظيم. اترائف علي إله الرحيم على الركبتين حملني كالفطيم. اترائف علي إله الرحيم على الركبتين حملني كالفطيم. وبغني بين الناس ده أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس وبغني بين الناس من حوله اغاني تسبيح الصرافين لكن سمع مني الصلاة والترنيم. من حوله اغاني تسبيح الصرافين لكن سمع مني الصلاة والترنيم. وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم. انقذني من الهبوط الى حفره الجحيم وجدت انا فدية في دمه الكريم. انقذني من الهبوط الى حفره الجحيم وجدت انا فدية في دمه الكريم. وبغني بين الناس ده انا ليا اله عظيم. وبغني بين الناس ده انا ليا اله عظيم. ده انا ليا اله عظيم. أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس اترائف عليا اترائف عليا إله الرحيم على الركبتين حملني كالفطيم. اترائف عليا إله الرحيم على الركبتين حملني كالفطيم. وبغني بين الناس ده أنا ليا إله عظيم. أنا ليا إله عظيم. أنا ليا إله عظيم. أنا ليا إله عظيم. وبغني بين الناس من حوله أغاني تسبيح الصرافيم لكن سمع مني الصلاة والترنيم. من حوله أغاني تسبيح الصرافيم لكن سمع مني الصلاة والترنيم. وبغني بين
بعزي وبغني بين الناس. ما تعلمتش عش وانا خايف ولا عدت جرحاتي لا ابدا. ما تعلمتش اواجه عاصف وانا طايف جناحاتي لا لا. ما تعلمتش عش وانا خايف ولا عدت جرحاتي لا لا. ما تعلمتش اواجه عاصف وانا طايف جناحاتي لا لا. ولا وليا جناح هاليلويا هاليلويا يسوع. انا مصنع من صخر يسوع للقابل للكسر. لا لا لا. ما تعلمتش اخلي دموعي تحوش عن عيني رؤايا ولا رح اوقف مرة طلوعي بإن ابص ورايا لا لا. ما تعلمتش اخلي دموعي تحوش عن عيني رؤايا لا لا. ولا رح اوقف مرة طلوعي بإن ابص ورايا لا لا. ولا لا لا لا. انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح هاليلويا هاليلويا. انا مصنع من صخر يسوع غير قابل للكسر لا لا. ما تعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح لا لا. او بكآبة قلب اغني كأني بدون مسيح لا لا. ما تعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح لا لا. او بكآبة قلب اغني كأني بدون مسيح لا لا. ولا لا لا لا. انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح هاليلويا. غير قابل للكس انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النس. انا مصنع من صخر يسوع غير قابل للكس لا 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 لا. تفضلوا ارتاحوا. رب دعانا نعيش العيشة دي والمستوى ده. قول يا رب شددني بيك أمسك فيك النهاردة. أنت الغير قابل للكسر. أكون نسر حقيقي في السماء. في مزمور 11 تقريبا بيقول على الرب توكلت كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور. العصفور وسط الريح يعمل إيه؟ يخاف ويستخبى. فأنا مش مدعو عشان أكون عصفور أبدا. العصفور يهرب. حد كتب ترنيمة كان بيقول فيها أبدا مش عصفور هربان أو مأسور فوق جبالي بطير وجناحي مش مكسور. فأنا عايز أقول لكل مؤمن النهاردة تشدد لما الأمور يعني في نفس المزمور ده يقول كده إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ يبص على الرب. بعديها على طول يقول الرب في هيكل قدسي. تشدد تشددي بالرب. رب موجود عيناه تنظران أكفانه تمتحن بني آدم لأن الرب عادل ويحب العدل. المستقيم يبصر وجهه. قل له قدسني قل له قدسني عشان أشوفك. في الظروف والدموع أعرف أسبح. في الأمور الصعبة أعرف أرنم تطلع مني ترنيمات. فالناس تستغرب تقول إيه الحكاية إيه الحكاية ده ما فيش حاجة قادرة تحنيه. إيه الحكاية أصله مدينة حصينة متشدد بالرب متقوي بإيد الرب. نفسي نغني نقول الترنيمة اللي جاية كتر أغانيك يا مسافر لحن في ترحال. ترحال صعب برية مرة أنا عارف وهو قال عنها في العالم سيكون لكم ضيق. لكن بصوا الكلام لكن إيه ها ثقوا. ودي مشكلتنا يا رب نسمع كتير لكن عندنا الحتة دي بنرتبك لأقل ظرف. علمني أثق فيك يا رب لأنك غلبت العالم. أنت الأسد الخارج من سبط يهوذا. أنت غالب فتديني المستوى ده أكون غالب. أشد الأوتار للصابر خليه متشال خلي الأشواق شغالة.
افضل ارجع ليك من محبتين يا رب، ترجع للمحبه الاولى لي. أغانيك يا مسافر احنا في ترحال، شد الأوتار للصابر خليه متشال. كتر أغانيك يا مسافر احنا في ترحال، شد الأوتار للصابر خليه متشال. خلي الأشواق شغالة والروح شغال، يسند في قلوب الرحالة يحيي الأبطال. خلي الأشواق شغالة والروح شغال، يسند في قلوب الرحالة يحيي الأبطال. كتر أغانيك كتر أغانيك كتر أغانيك يا مسافر احنا في ترحال. كتر أغانيك يا مهلل بكلام الله، واغني الألحان من نغم هللويا. كتر أغانيك يا مهلل بكلام الله، واغني الألحان من نغم هللويا. اضبط وترك على أصوات الروح في المكتوب، وحد نغمك مع نغمات الشعب المحبوب. اضبط وترك على أوتار الروح في المكتوب، وحد نغمك مع نغمات الشعب المحبوب. كتر أغاني كتر أغاني كتر أغاني يا مهلل بكلام الله. كتر أغاني وتكلم نفس الشياطين، الغنى يسمعهم ويجيبهم عند القدمين. كتر أغانيك واتكلم قدس الشياطين، الغنى يسمعهم ويجيبهم عند القدمين. ضرب الأوتار والسقفة وبوق الفرحين، هدف الأبرار والكفة عليت بأمين أمين. ضرب الأوتار والسقفة وبوق الفرحين، هدف الأبرار وتكلم قدس الشياطين. كتر أغانيك يا معلم صوت الإيمان، علاك الروح اللي محلي حب الفرحان. كتر أغانيك يا معلم صوت الإيمان، علاك الروح اللي محلي حب الفرحان. محلى التجميع اللي خلي كل الإخوان رافعين أسماء المتجلي في طيب العرفان. إخوان رفعين أسماء المتجلف في بالعرفان. كتر أغانيك كتر أغانيك كتر أغانيك يا معلم صوت الإيمان. كتر أغانيك طولها قول عنه كتير كتير، بالذكر مقصر أيامها يحلى المسير. كتر أغانيك طولها قول الغربة وأدعمها لحظة منطير، من عتمتها ومن ألمها لوجه المنير. بتكون الغربة وأدعمها لحظة منطير، من عتمتها ومن ألمها لوجه المنير. كتر أغانيك كتر أغانيك كتر أغانيك طول قول عنه كتير. كتر أغانيك قول هاني الله، وصلوا صحي في قلوبنا هي منتظرة. كتر أغاني والهادي جيب الله، وصلوا صحي في قلوبنا هي منتظرة. طوبى الساهر والسامن مستني لقاه، ويومين ويعدوا في الدال هتكون معاه. طوبى الساهر والسامن مستني لقاه، ويومين ويعدوا في التالت هتكون معاك. تكتر أغانيك تكتر أغانيك تكتر أغانيك، قول
هاليلويا هاليلويا. ما أروع إلهنا اللي يدينا ترنيمات في الغربة الصعبة دي. كل ما بص لقساوه الغربة أشوف الروح القدس بيعمل إيه، بيوسيني ويرسل ضعفي ويشددني ويقول لي هانت هانت، تشجع هانت، اعتبها بانت، وخلاص هنرحل. أنت ضيف هنا، أنت نزيل هنا، افتكر افتكر أنها كلها كم سنة وهتسيب الأرض دي، كلها شهور كلها سنين مش عارف، لكن أنا هسيبها هسيبها مش قاعد فيها. أنا دعوتي أن أنا أعيش للسماء وأكون ده الوطن الأصلي، السيرة بتاعتي الأصلية، فأمشي في البرية أدوس على الصعب بالأغاني والتسبيح، أتشدد بإلهي اللي ماشي قصادي يمهد كل هضاب قصادي. هختم معاكم بالترنيمة الحلوة دي اللي بتقول وبرغم أنها أيام صعبة والناس تعبانة ومضطربة، أنا عارف والرب شارحها ومسميها أيام. نفسي نقول الكلمات دي، مسميها زمان الغرب. أنا بس هغير كلمة، يعني اسمحوا لي أغير كلمة واحدة، كلمة واحدة بس هنغير. أول كلمة هي ممكن نخليها وبرغم أنها أيام صعبة، هي بفرض، هو المرنم يعني بيفترض أنها أيام صعبة مع أنها حقيقة، هي حقيقة مش افتراض. الرب قال أنها أيام إيه؟ صعبة، فمش هنفرض أنها أيام صعبة. فمع أنه يعني برغم أنه، ومع أنه لا يزهر التين، هي أيام فعلا ينفع نقول عليها مع أنه. فنفسي نقول كده برغم أنها أيام صعبة، برغم من ده، برغم صعوبة الأمر، برغم صعوبة البرية، لكن هفضل باصص عليك وعارف أن ده زمان اسمه زمن الغربة. أنا مش قاعد هنا، أنا ماشي منها، وأنا هعمل كل اللي عليا. الموضوع مش فرح وتعزية وخلاص، لا، أنا عليا دور أعيشه صح، أستقيم، أتقدس أمامك. أنا هعمل كل اللي عليا وأثبت على موقفي ومكاني. صلاتي وانا
أنا هعمل كل اللي عليا، هثبت على موقفي ومكاني، وهنور ليلي بأغنية تعلن في الدقيقة بإيماني. وأنا هعمل كل اللي عليا، هثبت على موقفي ومكاني، وهنور ليلي بأغنية تعلن في الدقيقة بإيماني. مصطادش اللي الكل راجع بيجرجر في ذله، واللي مصطادش اللي شجع راجع بيجرجر في ذله. لو سمع النعمة هتقوله وادله يصير كاس ورايا، واللي مصطادش اللي الكل سمع النعمة هتقوله وادله يصير كاسه ريا. وانا هعمل كل اللي عليا، هثبت على موقفي ومكاني، وهدور ليلي بأغنية تعلن في الضيقة إيماني. هاليلويا هاليلويا. أمين أمين. لإلهنا كل المجد. مساء الخير. أحسب نفسي سعيدا أتواجد وسطكم في هذه الليلة، ولمسنا حضور الرب في التسبيح وتعظيم إلهنا وتمجيده. وضع الروح القدس على قلبي أن أقرأ لكم في هذه الليلة ما سطره الروح القدس في سفر التكوين أصحاح 49. سفر التكوين أصحاح 49 من عدد 22. سفر التكوين أصحاح 49 من عدد 22. هذه البركة التي بارك بها الرب يعقوب أبو الأسباط، فكان يبارك ابنه يوسف فيقول: يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب. من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك، تأتي بركات السماء من فوق، وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبويا إلى منية الأكام الدهرية، تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. آمين. وانت أحد في مكانك ارفع قلبك، قول الرب الليلة تكلم إلى قلبي في هذه الليلة. أخي الحبيب أختي الفاضلة، أنا لا أعرف ما هو احتياجك، لكن أعلم أن الروح القدس
يعلم ما أنت في حاجة إليه، ويستطيع أن يصل إلى قلوبنا في هذا المساء. يا رب أشكرك وأعظم اسمك لأنك أنت إله عظيم. كنا نسبح ونعلنك أنك أنت إله عظيم. فيك الأمان، فيك نتخطى ظروف الزمان، فيك السلام في وسط عالم مضطرب مع كثرة الأيام، فيك نحيا آمنين لأنك ممسك بيدنا تسير برفقتنا. وعندما نجتمع باسمك تأتي في وسطنا وتتكلم إلى قلوبنا. فارسل كلمتك لكل قلب بيسمع هذه الرسالة يا رب، حاضر في هذا الاجتماع أو على شاشات التلفزيون في هذه الليلة، لتكن كلمة الله تنقل لكل قلب، فنسمع جميعا ونخرج جميعا بقرار واحد، قد تكلم الرب إلينا. أشكرك، نشكرك لأنك تستجيب لنا، ولك كل المجد. آمين. في سفر التكوين أصحاح 49 نجد يعقوب في ختام رحلة حياته يجمع أولاده من حوله بعد كل الظروف الصعبة التي مرت في رحلة البرية، لكي يقدم بركة لأولاده. وبدأ يبارك كل أولاده إلى أن جاء أن يبارك ابنه يوسف. وكانت البركات التي تبرك التي تكلم بها يعقوب عبارة عن بركات وكلمات نبوية تمت وصارت في حياة يوسف وفي حياة كل أولاده في الماضي والحاضر، والبعض منها أيضا مع شعب الله الذي تكلم به يعقوب يتم أيضا حتى وقتنا الحاضر. لكن قال يعقوب ليوسف كلمة في ذات الأهمية عن يوسف، إنه غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان قد ارتفعت فوق حائط. عايزك تكرر معايا بصوت عالي أو في قلبك، أغصان قد ارتفعت فوق حائط. وكلمة أغصان ارتفعت فوق حائط، الحائط عبارة عن حواجز، وكان على الأغصان صعوبة في التسلق على الحائط حتى ترتفع الأغصان وتعلو فوقها. وحياة يوسف كانت هناك حوائط كثيرة، صعوبات كثيرة، تحديات كثيرة، مواقف صعبة كثيرة. وعشان يقدر يعدي هذه الحواجز ويعبر بها كان يحتاج نعمة خاصة من الله، من العزيز إله أبيه الذي يعينه. واسمحوا لي أن أقول لكم أحبائي، في هذه الحياة نواجه حوائط وحواجز بتعيقنا، ونقف قدامها حائرين، ماذا نفعل؟ كيف نتصرف؟ ماذا نقول؟ لكن اعلم أنك لك إله عظيم يعرف يعبر بك المستحيل. وتعالوا بنا نرى في عدة تأملات في هذه الليلة، أغصان فوق الحيطان، أقصد الحوائط، عدة حوائط، في أغصان لابد في حياتك ترتفع فوق الحواجز التي تواجهك، واجهت يوسف. فسنتعلم دروس روحية مفيدة نفاجأ أنها تواجهنا ونحن في الحياة الروحية والحياة العملية، فكيف نتصرف أن نسلك فيها. أول حاجز يا أحبائي، ترفع يوسف وارتفعت أغصانه فوق حائط، كان حائط صعب، حائط الحسد والكراهية، حائط اسمه الحسد والكراهية. والحسد اللي مر به يوسف ما كانش الحسد من أعدائه، ما كانش الحسد والكراهية من ناس غريبة وبعيدة عنه، ما كانش الحسد من الجيران اللي محيطين حواليه فوقيه ولا تحتيه،
مال من مين؟ مين؟ اخواته، اخواته اللي عايشين معاه في البيت، اخواته اللي بياكلوا وبيشربوا معاه، اخواته احباؤه اللي بينام معاهم وبيشتغل معاهم، اخواته اللي من يوم ما في يوسف فتى عينيه شاف اخواته حواليه. قد ايه بيبقى الموقف صعب لما ترجع لسفر التكوين اصح 37، يقول الكتاب انه حسده اخواته، ويقول انه ابغضوه ولم يستطيعوا ان يكلموه بسلام. احبائي، الم نواجه مرات في قلوبنا وفي حياتنا مواقف صعبه؟ مش بقولك من حد غريب، من اخواتك، اخواتك في البيت، اخواتك في الخدمه، اخواتك في الخدام. مش هتواجه صعب من بره؟ ممكن. هل ممكن الغيره تدخل بين الخدام؟ اسمحوا لي اقول لكم ايوه، اسمحوا لي اقول لكم ايوه. هل ممكن الغيره تدخل لدرجه ان اخ يكره اخوه؟ الم يكره اخوه يوسف اخوهم ويحسدوه؟ كيف ترتفع الاغصان امام الحسد والكراهية؟ وأرجو أنكم تفهموا الحسد، الحسد في مفهوم كلمة الله يختلف عن الحسد في مفهوم أذهاننا. الحسد اللي في مفهوم أذهاننا العين تفلق الحجر مش موجود في الكتاب المقدس. وعلى فكرة لو الحسد بالطريقة دي والعين تأذي، ما كانوش محتاجين إخوات يوسف يبعوه، كان كل اللي محتاجينه أن يجيبوا يوسف يقعدوا مع قاعدة وكل واحد عنده عينين مشكور ربنا وعينيهم قوية ويحطوه وصيهم ويدلوا العيون القوية ويأذوه، صح؟ احنا في قلوبنا مرات بالذات لما الرب يكرمنا بحاجة معينة، اصل حسدوني عشان جبنا سيارة، اصل حسدوني لما خدنا شقة جديدة، اصل حسدوني مش عارف لما عملوا ايه، اصل انت ما تعرفش حد. انا مجرب نظرة العين فلان بالذات ده وفلان بالذات. اخوة الاحباء، دعونا نتحرر من الفكر الغير المسيحي الغير الكتابي، لان يوسف حسد ولم يؤذى بعيون اخواته، يسوع اسلم حسدا ولم يؤذى بعيون الكتبة والفريسيين. ما الحسد هو ايه؟ الحسد هو الغيرة التي تقود إلى الانتقام بسبب البغضة والكراهية التي ملأت القلب. ده مفهوم الحسد في كلمة الرب. عشان كده استخدمت تعبير الحسد والكراهية. يمكن دانيال الناس غاروا منه وحسدوه، بس كانوا غرب ما كانوش إخواته، وأدوا إلى دانيال أنه يطرح في جب الأسود وتمسك بإلهه. لكن اللي أصعب يا أحبائي لما يبقى أخوك، لما بيبقى اللي كلت وشربت معاه، اللي صليت معاه، اللي خدمت معاه، هو يعمل فيها كده. يا أما ناس جواها، سامحوني في التعبير، ويمكن ما تزعلش مني، يمكن يكون عدم غفران جواك بسبب مواقف معينة وردود أفعال إخوتك. أدى إخوة يوسف بسبب البغضة والكراهية والحسد إلى أنهم باعوه. يا ترى يوسف لما إخواته ذهبوا إليه وعرفهم، يا ترى تعامل معهم بمبدأ الحقد والكراهية، ولا تعامل معهم بمبدأ قلب الله المحب؟ أغصان ارتفعت فوق حائط الحسد والكراهية، ومعمل ايه؟ حبهم، أكرمهم، فضل يعمل محاولات لغاية ما جمع كل العيلة. هل يا ترى قدام الناس اللي بيكرهوك وبيحسدوك وبيغيروا منك وبيأذوك، وأعني كلمة يأذوك أعنيها جدا جدا أخي، أعنيها جدا أختي، بيأذوك، صعبان عليك ومتألم. إخوتي الأحباء، قد إيه يوسف عانى وقاس من آلام بسبب إخوته؟ قد إيه عانى؟ لكن قلبه جوه مليان إيه؟ حب. يا رب اديني الحب ده. يمكن بعض منكم يقول أنا مجروح من جوه. خليني أقول لك، الرب مقدر جرحك، وعارف ألمك، وعارف تعبك، وعارف ظرفك. هل الإله القادر الذي أعان يوسف وجعل أغصانه ترتفع فوق هذا الحاجز
يقدر ياخدك الليلة ويعالج اللي جوه وتمتلي بمحبة تجاه إخواتك اللي أذوك، تجاه إخواتك اللي حسدوك، تجاه إخواتك اللي أنت ما بتكلمهمش ومش قادر تسلم عليهم. كم واحد يقول للرب النهاردة تعالى بشفاء جوايا عشان أعرف أحب إخواتي اللي حسدوني واللي أذوني واللي شردوني واللي تعبوني واللي تسببوا المتاعب سنين طويل. أنتوا عارفين إخوات يوسف تسببوا في أذيته أكتر من 13 سنة أذى وتعب وظلم. أجيب منين 13 سنة الأذية دي والتعب؟ لما خرج يوسف يفتقد سلامة إخواته كان عنده 17 سنة. واحد راح يفتقد سلامة إخواته أول ما يشوفوه يقول له ده صاحب المعيد هلما نقتله، راح يفتقد سلامتهم. ده يوسف لو أول ما ذهب ما لقهمش في شاكيم كان خلاص بركة، الحمد لله ربنا أكرمني وأنقذني من حقدهم وكرههم فأنا خلاص مروح البيت. لكن عمل كده يوسف؟ فضل يسعى إلى أن افتقد سلامتهم. هو راح يفتقد سلامتهم يخططوا للأذية ويقتلوه، وبعدين حد يقترح يرموه في البير، وبعدين حد يقترح تاني يبعوه. كان عنده 17 سنة لما وقف قدام فرعون وخرج من السجن، كان عمره 30 سنة. عارفين المرحلة اللي مر بيها كانت كام سنة؟ 13 سنة. هل انت مظلوم تعبان من اخواتك وكراهيتهم وتأذيت بسببهم 13 سنة؟ قول للرب اديني حبك. اسمح لي، يعلم ربنا انا بقولك بجد محدش هيقدر يشفي قلبك الا لما تسمح للرب العزيز الاله القادر على كل شيء لما يلمس قلبك من جوه ويغيره، وتقول للرب اديني قلب زي قلبك مش زي مجرد قلب يوسف، لان يوسف خد قلب الرب. فنجح يوسف أن يتخطى وترتفع أغصانه فوق حائط البغضة والكراهية. حاجز تاني وجه يوسف غير وجه إخواته، حاجز مذلة النفس والعبودية. مذلة النفس والعبودية، لما بيع يوسف عبد فقد هويته، فقد شخصيته، ملوش حرية التعبير ولا حرية الرأي. يوسف في بيت أبوه مدلل، لابس قميص ملون، بيأكل الأكل إنجاز التعبير يجيله على الصفرة، عنده خدم بيخدموه، مرفوع الوجه أمام أبيه. أنتوا فاكرين لما يوسف يباع عبد ده مش رايح يشتغل في شركة أجير، مش رايح يشتغل عامل، ده فقد حريته. انتوا تخيلوا شخص مدلل يمسك مقش عشان يكنس ويمسح وينظف حمامات، سهلة ولا صعبة؟ شخص محترم وقور ينزل يشتغل فين؟ عبد. ما يقدرش يقول لا، ويوم ما يقول لا ضرب ومذلة وإهانة، لأنه بيع كسلعة. هل مرات حسيت إن اللي حواليك بيذلوك ونفسك مكسورة؟ بص ليوسف وهو في مذلة النفس، هو عايش في عبودية لا يملك حريته، ما يقدرش يملكها، ما يقدرش يقول له لفوتيفار متأسف مش مكمل شغل عندك، أنا تعبت من الشغل بتاعك، أنت قرفتني، ما ينفعش يقولها. ذل. واسمحوا لي أقول إن رب المجد خد نفس الصورة، الذي لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. تعالوش مني، كرامتنا بتقح علينا، الذات فينا، ازاي اتنازل حضرتي، ازاي اتنازل واروح له، ازاي اتنازل وارفع سماعة التليفون واكلمه، ازاي اتنازل واضر، ازاي ده انت مش عارف اللي عملوه معايا. انتوا عارفين يوسف عمل ايه في بيت فوتيفار؟
اشتغل كعبد وكأنه شغال في بيتهم وكأنه أرضه وكأنه بلده. عندما تكون أمين فيما أتمنك الرب عليه يرفعك الرب حتى في وسط الذل، حتى في وسط العار، حتى في وسط المهانة. عارفين لما يسوع كإنسان قبل أن يكون عبد يختم الآية ويقول لذلك رفعه الله. طب ويوسف لما خضع للذل وترفعت ورفع أغصانه فوق حائط المذلة والمهانة البشرية بهذه الصورة، ارتفعت أغصانه ولا وقعت؟ ربنا يعالج نفسيتك التعبانة اللي بتشعر بصغر النفس، اللي بتشعر انك انت مذلول، اللي بتشعر ان الناس اللي عندهم امكانيات احسن منك قادرين يدوسوا على انفاسك وبيضايقوك وبيقهروك ومتألم منهم ومش لاقي حل. رب يقولك انا حاسس بيك، انا شاعر بمذلة نفسك وكسرة النفس اللي جواك، انا مدركها تماما، بس انا مش سايبك، انا واقف معاك، انا ممسك بيمينك. عندما تكسر نفسك وتبقى حاسس بالذل، يسوع يقول لك انا موجود معك في نفس الربط، يتضايق معك لكن يقف، لا يقف صامتا ولا عاجزا، لكنه يرسل ملاك حضرته ويخلصهم. أغصان ارتفعت فوق الحيطان، أول حاجز، حائط ضخم كبير، حائط الحسد والكراهية. تاني حاجز قدام يوسف وقدامنا بيواجهنا كلنا في المجتمع، ناس بتحاول تذلك لأنك مسيحي، ناس بتحاول تضغط عليك لأنك مؤمن بالرب، الناس بتحاول تهضم حقوقك. اسمح لي اقول لك ارتفع الليله لان لك اله بيعينك. تجرب مثلنا ما عدا الخطيه، ممسك بايدينا قال لنا ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. ففي وسط المذله والعبوديه انت لست متروك لكنك ممسوك بيد القدير. الحاجز الثالث اللي كان وجهه يوسف وما كانش حاجز سهل، حائط التجربه وشهوه الخطيه. بسبب أمانة يوسف في وسط المذلة والعبودية الرب أكرمه ورقاه فطفار، خلاه رئيس على جميع بيته، مدير أعمال فطفار. ويوسف وهو في ريعان الشباب وفي قوة الشباب، الخطية تلح عليه. اوعى تفكروا ان الخطية لغاية النهاردة اختفت، اوعى تفكروا الخطية مش بتروح لأي حد، بتروح للقديس وبتروح للراهب وبتروح للأسيس وبتروح للنبي وبتروح للرسول، بتروح للكل. راحت ليوسف وانتصر، راحت لشمشون وانكسر، راحت لداود وانهزم، صح ولا لا؟ عندما تواجهك الخطية حيطة كبيرة، والخطية لما واجهت يوسف واجهته وهو في قمة الشباب، وجهته واتقدمت له انجاز التعبير مقدمة على طبق من فضة مع أرقى طبقات سيدات المجتمع في مكان آمن يضمن العيشة الكريمة بجمالك كل البيت. يوسف لو أطاع زوجة فطفار ففطفار سلم له كل ما في البيت، صح؟ ولما يملك مراته كمان يبقى إيه اللي ناقص له؟ ولا حاجة، ملك كل حاجة. بس عارفين ايه؟ يبقى فقد المواعيد الإلهية، فقد البركات الآتية اللي تحل عليه. ياما مرات قدام ضعفتنا وشهواتنا ورغبتنا بنفقد مواعيد الله. لماذا تفقد مواعيد الله؟ والله يستطيع أن يعطيك، لأننا بالروح نستطيع أن نميت أعمال الجسد، بالروح نستطيع أن نترفع عن كل شهوة للخطية، لأننا لسنا عبيدا للإثم لكننا أصبحنا عبيدا للبر. أغصان ارتفعت فوق حائط. واسمحوا لي اتكلم الى كل شخص بيحس انه عايش في خطيه، حتى لو قعدت في الخطيه، حتى لو الخطيه الجنسيه، حتى لو خطيه سرقه، ايا يكون نوع الخطيه. ويجي الشيطان يقول لك ضعت، مفيش باب للامل ولا للتوبه ولا للرجوع. قول لابليس انت كذاب، بل بالعكس دعوه الله
تنادي علينا تعالوا إلي يا جميع المتعبين ثقيل الأحمال وأنا أريحهم. دعوة الله يقول الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. تعالوا نقول مع يوحنا الحبيب: اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ودم يسوع المسيح يطهر منين؟ بعض الخطايا وبعض الخطايا لا، ولا كل خطية. عشان كده ما تسمحش العدو يكسرك قدام الخطية اللي انت وقعت فيها. انت تعرف الرب يقول: الرب عاضد كل الساقطين، مقوم كل المنحنين. عارفين يعني؟ يعني الرب وانت ساقط يوصل مكان سقوطك، يوصل لك في المكان اللي انت واقع فيه ويقول لك ده مش مكانك، قوم اخرج منه. عارفين كلمات الرب يسوع لكل المجد لما يقال عنه: الذي إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. إلى أي منتهى يا ترى؟ إلى أي منتهى؟ هل إلى منتهى الحب؟ طب وهل محبة الله لها نهاية؟ هل إلى المنتهى لغاية الصليب والموت والدفن والقيامة وكده الرسالة خلصت وبطل يحب؟ ما إلى أي منتهى؟ عارفين إلى أي منتهى؟ إلى منتهى انحطاطي الأخلاقي والأدبي وسقوطي، محبة الله توصل إلي. وطبق الرب الكلام ده مع بطرس. عارفين بطرس لما أخذ التلاميذ وذهب يتصيد، مين اللي يروح له؟ بطرس. يسيب بطرس لما يرجع لوحده ولا الرب يروح له هناك؟ يذهب إليه إلى بحيرة طبرية وينتظره ويصد لهم سمك ويشوي السمك ويستناهم. ولما يطلع بطرس يقول له: أتحبني يا بطرس؟ مهما كان ضعفك أو شهوتك أو خطيتك، محبة الله العظيمة الفائقة، وده كان كلمات في الترنيم كنا بنقولها كتير، بتتجه لقلب كل واحد الليلة، لأن الله عاوز يطلع أغصانك فوق الحوائط وما تستمرش في السقوط، لكن تقدر تقول: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. يبقى أغصان بترتفع فوق حيطان. أول حائط، حد يقدر يراجع معايا؟ أول حائط، حائط الحسد والكراهية. تاني حائط، حائط مذلة النفس والعبودية. تالت حائط انتصر وقال يوسف: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ اسمحوا لي أقول لكم في الجزئية دي شيء مهم قوي. صدقوني لو يوسف وقع في الخطية مش هلومه. يوسف كان عنده كم أخ مؤمن يشجعوا على حياة الإيمان؟ كم أخ من الإخوة المؤمنين يشجعوا على الإيمان؟ كم واحد؟ ولا واحد. كان عنده كم اجتماع روحي ممكن يحضره؟ كان عنده كم أب كاهن روحي وأب اعتراف يقدر يروح يقعد معاه؟ كم واحد؟ كان عنده كم كتاب مقدس علشان يقدر يقرأ فيه؟ كان لسه الكتاب المقدس ما تكتبش. كان عنده شوية أخبار عن الله ومواعيد من أبوه لما قال له القصص القديمة، لأن الوحي في العهد القديم كان بينقل شفويا، فهو فاكر الكلام الكتاب اللي أبوه قاله له. بس ما عندوش كتاب مقدس، ما عندوش كنيسة. اسمحوا لي، اللي على شاشات التلفزيون ما كانش عندهم قنوات فضائية مسيحية وانت قاعد في بيتك توصل لك كلمة الرب ويشجعك الرب بكلام خاص. اسمحوا لي، رغم كل عمل النعمة وبصمات النعمة اللي تركت لأجلنا وعايشين فيها ومش مقدرينها، ورغم ذلك بنسقط في الخطية، في محبة الله بيقول لك: أنا كل الطرق دي بعتها لك لأنك أنت غالي عليا. مش عايزك تكمل في حياة الخطية، لكن عايزك تقوم وتاخد دم وطهارة ونعمة وبر ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا لأنه يحبنا محبة غير عادية. يوسف واجه مشكلة رابعة: أغصانه ارتفعت
فوق ظلم البشرية، ظلم السلطة البشرية. يوسف لما بيع عبد مش في سلطة عنده فوقيه؟ فتفرض يطلع ايه؟ رئيس الشرط. لما زوجة فتفار ألحت عليه، يوسف عمل الخطية؟ لا. إيه اللي يقدر يقدمه يوسف قدام السلطة؟ هل يقدر يوسف يقنع فتفار إنه بريء؟ هو أساساً مش من حقه إنه يرفع شكواه لأنه عبد، مش من حقه يقدر يتظلم حتى على الوضع المأساوي اللي دخل فيه. طب قدام ظلم الناس، إحساس بالظلم صعب. يمكن لو سألت النهاردة مين فينا جرب الإحساس بالظلم؟ ظلم صعب. ولما تلاقي نفسك مظلوم مش قادر تعمل حاجة، مش يوسف اتظلم ولا ما اتظلمش؟ يعمل قدام ظلم السلطة؟ هل هيقدر يروح يرفع قضية على امرأة فوتفار ان انا بريء من هذه المرأة؟ ده اسمحوا لي، تقدر تثبت بالدليل ان هو اللي عينيه زايغة، ان هو اللي قلبه شرير، ان هو اللي عاوز يعمل الفعل، وتتقلب الموازين. اخونا المرنم قال كده: اذا انقلبت الاعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ لما الموازين تتقلب وتتظلم وانت مش قادر ترد، في سلطة فوقيك ومش هتقدر تكذب السلطة اللي فوقيك وتقول له انت كذاب، ومش هتقدر ترد على السلطة اللي فوقيك، تعمل ايه؟ عارفين عملية سوى مع السلطة؟ ظلمة، اما هو فتذلل لم يفتح فا. اخي اختي، هل بتشعر انك اتظلمت؟ اسمحوا لي، نحن نعيش في مجتمعات لا يطبق فيها شريعة انجيل يسوع المسيح، ومرات تطبق شريعة غير شريعة الهنا، فالمرأة تظلم في الميراث مثلا. فمن منا من المؤمنين يعطي بنته مثل الولد؟ لان في المسيحية لا فرق بين ذكر وانثى. ولما نيجي في حتة المال والميراث، يا ترى هنطبق مبادئ ملكوت الله ولا مبادئ ملكوت العالم؟ هتدي أختك زيك ولا تديها النص؟ إذا اديتها النص انت ظالم صدقني. ومرات الأخوات معنا صعيدي، حتى لو لفيت العالم في خدمة الرب، عارف العادات والتقاليد الصعيدية، يا دوبك بيدوا البنت حاجة كده بيسموها رضوة، يراضوها وخلاص، يدوها أي حاجة عشان يسكتوها، وإذا ادولها يعني، وتحس إن أبوك ظلمك وأمك ظلمتك وأخوك ظلمك ومكسورة من جوه، ولأنك مكسورة الجناح ملكيش حد يدافع عنك، سكتي، وإن حد دافع عنك هيدولك بحسب القوانين الوضعية وليس بحسب شريعة إلهنا، صح ولا لا؟ أعرف أخ مؤمن تقي بيحب الرب، سمع مني هذا الكلام. قبل ما يموت جابوا مراسه وجمع ولاده وبناته وقال لهم: يا ولادي، كان عددهم 6، قالوا من المراث بتاعي هقسمه على 7، 1 نصيب الرب من الورث، لان ده الرب اكرمني بيه، فيورث الرب معايا في الميراث بتاعكم، فده حق الرب يطلع اولا قبليكم، مش هيطلع العشور، لا، طلعه بالتساوي عدد ولاده، وبعد كده انتوا 6، عندنا بنتين وعندنا 4 ولاد، يا ترى هيقسم البنتين بواحد؟ لا، قال كل واحد هياخد 1، وقسم البنت والولد قبل نهاية أيامه زي ما عمل يعقوب وهو بيبارك ولاده. يا رب افتح أذهاننا عشان نكسر
الظلم والقوانين اللي موضوعة علينا وفرض نفسها ونطبق قوانين ملكوت الله. ولو انت مظلوم خد لبالك الهنا بينصف المظلومين كويس، اوعى تفكر ان الرب مغمض عينيه. وخد لبالك من كلمة الرب، ونحن نعلم، حد حافظ معايا الآية دي؟ ونحن نعلم ان بعض الاشياء، كل الاشياء يعني كل الاشياء. احنا مرات خدوا بالكم معايا بناخد كلمة كل الاشياء على الحدث اللي بيحصل معايا، لا، دي كل الاشياء تعني كل الامور اللي بمر بيها بحياتي. يعني لما خدها في موضوع يوسف، الموضوع رسالة الليلة، هل حسد اخواته وكراهيته ده كان للخير؟ ما هردوا عليا لو انت عارفين نهاية القصة، صح؟ هل الذل في بيت فوطيفار كان للخير؟ هل الظلم في بيت فوطيفار كان للخير؟ هل السجن كان للخير؟ هل النسيان كان للخير من الساقي؟ صح ولا لا؟ قولوا لي، عايزين نشيل حلقة من الحلقات اللي مر بيها يوسف ان دي ما كانتش تنفع. يعني لو شلنا الحلقة دي يوسف كان هيوصل للنتيجة. فانا عايزك تدرك تماما ان كل الاشياء اللي بتحدث وتمر في حياتك، لما اخواتك يظلموك، ولما يطنشوك، ولما يكبروا لك، ولما يحلقوا لك، ولما ما يفكروش فيك، ولما يعملوا كل الدنيا دي حواليك وتحس انك انت مظلوم ومحدش بيسأل عليك ومقهور ودموعك نازلة ومفيش حد بيطبطب عليك ولا حنان من الناس ولا من زوج ولا من اخ والدنيا متقفلة، اعرف انه ده لخيرك. ولما اعرف ده ويوصل للخير، صدقني هتحس براحة غير عادية، بدل القهر اللي من جوه، وبدل ما عم تاكل في روحك وحصل لك قلق بالليل ومش متهني، والسكر مرة يعلى عليك، والضغط مرة يعلى عليك، ومرة تيجي صلولنا الضغط عالي والسكر عالي والولاد مغلبيني والناس عاملين فيا. لما يبقى عندي المفهوم الالهي الحقيقي المدركه، أغصان ترتفع فوق كل الظروف، وابقى مدرك أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هل أغصانك ترتفع في هذه الليلة فوق الحوائط اللي انت بتمر بيها المؤذية؟ تخيل معايا لما يوسف في السجن، السجن ده كان ظلم ولا ما كانش ظلم؟ طب في وسط السجن، اول ما دخل السجن طبعا عملوه انه مدير الامن دخل السجن، صح؟ مش كده؟ ولا ده عبد دخل؟ والسجون الفرعونية كانت اصعب من السجون المصرية، سجون قاسية. فكرك الظلم في السجن والألم والحبس، الحرية والقيود اللي كانت موجودة عليه واللي تسببت فيها امرأة شريرة فاجرة لا تخاف الله. تخيل مرات يسمح لك الرب في السجن عشان ربنا عايز يستخدمك. الرب ودى يوسف في السجن عشان يعمل، مش استخدمه في السجن برضه ولا ما استخدموش؟ طب الرب لما دخل بطرس في السجن وبولس وسيلة استخدمهم ولا ما استخدمهمش؟ ألم يخلص السجان بسبب رسالة قدمها بولس، صح ولا لا؟ فعايزك تفهم تماما خطة الله. فأغصانك ترتفع فوق العيان. العيان، اتخيل معايا لو يعني كنت في احدى الدول وبعدين قابلت اخ مؤمن ودخل السجن لمدة 4 ايام ومعلوش لأي قضايا ولا اي حاجة، عليه مخالفة مرور، ومخالفة المرور بسبب عمل خدمة لأخ مؤمن، والأخ المؤمن ده عمل مخالفة بالعربية والعربية مسجلة باسمه، والقضية دي لها سنين والمخالفة لها سنين ومحدش قال له فيها مخالفة، ودخل السجن وقعد 4 ايام ومش عارف المشكلة فين. بس قدر يفهم ان بعد ما خرج من السجن ان في ناس كانت محتاجة لرسالة المسيح يوصلها، بعد كده اطلع. يا رب نفهم لما تزنق معاك وتبقى مقفولة وتلاقي الأبواب متقفلة حواليك، ما انتش فاهم، قول للرب فهمني. قول للرب في الحتة اللي أنا موجود فيها والدنيا صعبة، خلي الحوائط بتاعتي أغصاني ترتفع، بدل ما أبلع ريقي وأنا متألم أبقى بحتف وأقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
يوسف اتفتح له باب أمل لما فسر الحلم للساقي في السجن وحكى له حكايته. أنا أخواتي كرهوني ورموني وبعوني وجيت اشتغلت ظلما وعدوانا عند بيت فوتيفار، وبيت فوتيفار ظلما وقهرا ومش قادر أدافع عن نفسي، اتسجنت السجن ولا موجود في ده، وانت ربنا هيدي لك نعمة وهيرفع وجهك وهتبقى موجود قدام الملك فرعون. فكل اللي أنا عايزه بس أن يفرج عني من السجن فرج، وأروح وأدور على أبويا فين. إيه رأيكم لو الساقي تذكر يوسف بعد ما خرج من السجن وأفرج عن يوسف؟ كان تحققت مواعيد الله. يا مؤمن يا ليك مواعيد إلهية، واسمعوني في الكلمة اللي هقولها دي كويس، قدام كل مواعيد الله ستعمل الظروف عكس مواعيد الله، وكأن ربنا بيقول حاجة والواقع بيقول عكس اللي بيقوله ربنا. كلنا عارفين قصة إسحاق لما قدم، لما إبراهيم أطاع الرب، صح؟ مش الرب كان قايل لإبراهيم في إسحاق في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، مظبوط؟ وقال له بإسحاق يدعى لك نسل، صح ولا لا؟ ردوا علي، مظبوط؟ إيه رأيكم؟ إبراهيم متعود على ربنا يكلمه يقول له إيه؟ إبراهيم ما تخافش، أنا معاك، أجرك كثير جدا، أنا ترسل لك، أباركك مباركة، أجعلك عظيما، أخلي ترس باب أعدائك، كلام حلو قوي، صح؟ إلا إن في مرة جه ربنا بيقول له أنا عاوز إسحاق تقدمه على المذبح وتذبحه وتحرقه. طب الكلام ده اللي قاله ربنا يتماشى مع المواعيد اللي قايلها ربنا لإبراهيم ولا الاثنين عكس بعض؟ يعني لما إبراهيم ياخد إسحاق ويذبحه ويحرقه، موعد الله تتم إزاي؟ وربنا يقول حاجة ويقول عكسها، مش حاجة تحير برضو؟ أديكم حاجة تاني في العهد الجديد، لما العذر مرض أرسلوا للعذر إلى يسوع وقالوا له الذي تحبه مريض، ماذا أجاب يسوع؟ قال الرب يسوع هذا المرض ليس للموت. سؤال، العذر مات ولا ما ماتش؟ طب منين يسوع يقول هذا المرض ليس للموت والعذر يعمل ايه؟ يموت. ربنا يقول لابراهيم بإسحاق يدعى لك نسل ويقول له قدم إسحاق على المذبح. ربنا يقول ليوسف انا هخلي اخواتك يسجدوا لك، واخواته يكرهوه ويبعوه وما يشوفهمش لسنين طويلة، اول لقاء لاخواته بعد 22 سنة. اوعى تفكر ان الله بينسى مقاله، لان الله مسؤول عن كل كلمة تكلم بها يتممها ليك، لو حتى كل ظروف العيان بتقول مستحيل. يوسف وهو في السجن حد يقول ان يوسف يطلع من السجن للعرش؟ يوسف بالنسبة له نهاية الموت. فاكرين موسى لما كتب مزمور 90؟ كتب تحديد عمر الإنسان، قال 70 سنة ومع القوة ثمانون أفخرها تعب وبلية. المزمور ده كتبه موسى في البرية، يمكن عند كان موسى عمره يمكن 100-110 تقريبا، مش أقل من كده. فكان التفكير اللي كتب به موسى المزمور أنه كان حاسب عمره الطبيعي أن اللي يعيشه 70 سنة مع القوة 80، بحسب الكلام اللي كتبه موسى يبقى في سن 80 موسى يروح فين؟ يروح القبر. ربنا يجيب موسى بدل ما يدخل القبر يقول له تعالى أشغلك كأنك عندك 40 سنة شباب. انت مش كنت وصلنا لأربعين سنة خرجت عشان تخلص الشعب من المذلة وارتكبت جريمة قتل؟ انت دلوقتي بتقول انا داخل للقبر، انا بقول لك اطلع من القبر وتعالى ارسلك لتخلص شعبي وتنقذه. يا رب انا نسيت الموضوع، ارسل بمن ترسل، انا مش رايح
انا نسيت اللغه المصريه واللهجه ال 40 سنه اللي بتكلم هيروغليفي ونسيت البروتوكول وكل علم تعلمته 40 سنه. انا كل اللي بعرفه شويه غنم برعاهم بتوع حمايه واروح البيت اتعشى وانام واقوم الصبح كل يوم بقت عجله بتلف حوالين نفسها. لكن اروح ده عايز شباب وعايز قوه وعايز نشاط. ارسل بمن ترسل. يا ترى ربي يقول لموسى خلاص اوكي انا حاضر هبعت بمن ابعت ولا يرسل هو؟ عشان كده عندما تكون لك مواعيد الله حتى لو الناس نسيوك حتى لو انت نسيت مواعيد الله، الله بيجي يقول لك انا هتمم كلامي معك، انا اقيم ما تكلمت به لان انا الرب الاله القادر على كل شيء. هل اغصانك النهارده بدل ما في حوائط واقفه قدامك ومش قادر تعلق ومش قادر تخطيها؟ يقول في هذه النبوة التي تكلم بها يعقوب عن يوسف يقول له بركات أبيك فاقت على بركات أبوي إلى منية الأكام الدهرية. منين؟ قال من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء. هل الله قادر على كل شيء؟ هل الله قادر على كل شيء؟ الله قادر مع كل شيء مع أبائنا الكهنة وخدام الرب. الله قادر على كل شيء مع الخدام، لكن عندنا لا 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 الدنيا متلخبطة معي. لو والله قادر على كل شيء سيبني ليه في المصيبة لايص مش عارف أخرج منها؟ متساب ليش في المصيبة والكارثة اللي أنا موجود فيها؟ ليه ربنا لو ربنا بيحبني لو ربنا ليه ناسيني؟ ليه مخلي الناس ده أقرب المقربين ليا نسيوني ما سألوش عني؟ ده أنا مريت بظروف صعبة ودخلت المستشفى واتألمت ما لقيتش حد يرفع سماعة التليفون ويقول لي زي صحتك. ده أنا مريت بمرحلة وصلت للموت كنت بفتقد بس حد يرفع سماعة التليفون حتى يصلي معايا في التليفون. نسيوني. ألم ينسى الساقي يوسف؟ قد نسيه. يوسف يخرج بالاختبار ويقول لإخواته أنتم قصدتم بي شرا أما الله فقد قصد بي خيرا. أغصان ارتفعت فوقات. آخر شيء وأختم به في تحقيق الأمور النبوية التي تكلم بها الرب على يوسف. الواقع والعيان والمنطق يقول مستحيل أن يوسف إخواته يسجدوا له بعد ما ترمى السجن، وده آخر نهاية القصة العيانية. إمتى يفرج عن يوسف ويطلع؟ هل في أمل؟ هل في رجاء؟ يقال عن إبراهيم على خلاف الرجاء آمن بالرجاء. روح الرب يقول لإبراهيم، إبراهيم يقول له نعم، يقول له نحو زمان الحياة يكون لك ابن، يقول له إزاي؟ صار بقت عجوز ختيارة عشان الأردنية والسورية يفهموا، عجزت وهل يكون لي تنعم بعد فنائي؟ بأي منطق يا رب بتتكلم؟ ولك في الوقت ده أنا هعمل المعجزة، في الوقت ده أنا هقيم كلامي. يمكن يوسف نسي المواعيد، مواعيد اتقالت له والاحلام النبويه اللي اتقالت له وهو في ريعان الشباب وفي بدء الخدمه بتاعته وفي بدء وعنده الطموح والاحلام والرؤى انها تتحقق. بعد كل الظروف اللي مر بيها هل في امل انه ما مر به يتحقق؟ هل فقدت الامل في مواعيد الله كاخ مؤمن او كخادم او كخادمه للرب او كمؤمن عندك مواعيد من الله بتقول ما أصل 5 × 5 بتساوي 25 ده أيامك أنت، بس عند الرب لا، 5 خبزات و2 سمكتين ده غلام طعام غلام صغير، هل ده يكفي للآلاف والجماهير الموجودة؟ العيان يقول لا، الظروف اللي أنت فيها بتقول لا. ربنا النهاردة بيفكرك بالمواعيد التي تكلم بها الرب على حياتك ويقول لك النهاردة لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. وتمر 22 سنة يوسف ما شافش إخواته،
رجع تكوين أصحاح 45، جبت منين 22؟ حسبت معاكم 13 سنة الظلم، صح؟ في 7 سنين شبع، 7 سنين شبع الرب ادى ليوسف الحكمة والمهارة والتدريب في إدارة الأعمال، ازاي يقدر ينقذ العالم بحكمة خاصة ويدبر في سنوات الشبع عشان يعبر الأزمة من غير ما البلد تحس بالمجاعة، ومش البلد بس، العالم. وبعد 2 سنين من الجوع في الأرض إخواتي يروحوا يعمل إيه؟ يروحوا يشتروا قمح. وعرف يوسف إخوته، وإخوته بيعملوا إيه قدام يوسف بقى؟ سجدوا ولا ما سجدوش؟ يوسف وقع على عنقه وقبلهم، قال أنا يوسف أخوكم. وكانوا عايز يقول لهم فاكرين الأحلام والكلام اللي الرب الدهني أديكم بتعشوه على أرض الواقع، والكلام اللي الرب قاله مش مجرد بس أنتوا تسجدوا لي لأن عايز السجود، لا، رب كان بيتكلم عن مقامه ورفعه واستخدام ليوسف، مش مجرد سجود حرفي من إخواته ليه. يقول لهم أرسلنا الله لاستبقاء حياة من أجلكم. يا رب خلينا نفهم مواعيدك صح، خلينا نفهم كلامك صح، ولو الأمل ضع مني أو الرجاء ضع مني أو فقد مني، أنت النهاردة عايز أغصاننا ترتفع لأنك قادر على كل شيء. أغصان ارتفعت فوق الحيطان. إيه رأيك النهاردة في همس الختام ما تجيش نسمح للروح القدس يشفي الحتة اللي موجوعين منها من إخواتنا اللي حسدونا وكرهونا؟ ما تجيش نصلي من أجل الناس اللي ظلموني وكلوا حقي وما عرفتش أخد حقي وما كانش عنده الجرأة عشان أدافع عن حقي ولا أتكلم وقبلت الظلم، بس أنا من جوه ما زلت تعبان، تاخد شفاء لألامك وأوجاعك اللي جوه؟ هل تيجي النهاردة وتسمح للروح القدس يشفيك زي ما شافها جدعون اللي قال للرب ده أنا الأصغر والذل في بيت أبي؟ ما يسيبوش الرب إلا لما يعالجه. إنه وقت ليجعل الرب أغصانك تثمر وترتفع وتعبر فوق الحواجز اللي موجودة قدامك، فوق كل صعبانية على النفس. روح القدس يقدر يلمسك النهاردة. كم واحد يحب يقف أصلي معاه؟ لو حابب تقف أصلي معاك، حتى لو أنت بتسمعنا على التلفزيون النهاردة، وقف النهاردة واسمح للروح القدس يشفي المرارة اللي جوه، يشفي الحزن اللي جوه، يشفي الإحساس بالظلم اللي جوه، يقدر يشفي ألمك وتعبك الداخلي. يقدر الرب، يقدر الرب، يقدر إلهي قادر على كل شيء. إلهي يقدر يلمسك لمسات خاصة في هذه الليلة. إلهي عظيم، إلهي قدير، إلهي عجيب. أنا مش موقفك علشان أبدا، أنا موقفك عشان الروح القدس يتلامس مع قلبك ويشفي عدم الغفران اللي جوه. وبعد ما يشفيك الرب تقدر تتحرك تجاه اللي أذاك واللي ظلمك عبوك، وتقول لهم أنا بحبكم بمحبة الرب، أنا عندي مبت يسوع. من فضلك اوعى تتحرك ولا تعمل اتصال بدون ما تتشفي من جوه. اسمح للرب يشفيك الأول، يشفي وجعك، خلي أغصانك تنمي تنمو في الروح. كلمة الرب، ارجع صلاة، ارجع لعلاقتك الروحية مع رب. إله عظيم يشفي الأعماق. لو فقدت الأمل في تحقيق مواعيد الله، الله يقدر يحقق مواعيدك. لو عندك مرض جسدي، مرض نفسي، مرض روحي، حط إيدك النهاردة وصلي بإيمان وصدق ان يسوع يلمسك لمسه شفاء معجزيه. رايتم في كنيستكم هنا يصنع ايات ومعجزات، ويسوع حي يقول يصنع خيرا ويشفي. الليله، الليله ما زال موجود، الهنا حي يقدر ان يلمسك الليله ويشفيك. ان رب يسوع المسيح جاء لكي يشفي المنكسري القلوب، يخلص المنسحقي الروح. أنا عايزك تستقبل ياللي قاعد قدامي في التلفزيون أينما تكون في أي دولة، الله بيوجه كلام ليك. ياللي أختي ياللي قاعدة في سريرك أو في كرسي متحرك، الله بيكلمك الليلة ويقولك أنا أقدر ألمسك، أقدر ألمسك وأشفيك.
انا بشاور عليك الليله وبقول لك الرب عارف حالتك وعارف ظروفك وعارف الامر مستحيل، لكن الرب يقول لك النهارده المستحيل يبقى مؤمن ممكن وقادر، لانك انت مصدق في يسوع لانه قادر على كل شيء. يا رب انا بصلي الليله وارسل كلمه حياه لكل شعبك الواقف امامك يا رب. ادينا نعمه الغفران بقلبك انت، ادينا قلبك، ادينا عينيك، ادينا ايديك، عشان نحب الناس بالطريقه اللي انت حبيت بيها، عشان لما نتظلم من السلطه ومن القانون ونحس ان حقنا مهضوم وملناش حق يدافع عننا، حقنا موجود عندك وانت تعرف ترد وتبارك. مكتوب عنك افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا وليلا. يا رب بصلي انصاف لكل مظلوم الليله باسم الرب يسوع المسيح، بخرج كل روح ظلم موجود جوه قلب كل اخ واخت الليله، يخرج الاحساس بالمراره والاحساس بالظلم والاحساس بالتعب النفسي والالم اللي جوه والاحساس بالمذله، يا رب يخرج كل ده، ونخرج من الاجتماع ممتلئين بروحك القدوس، فرحانين بعمل نعمتك، مختبرين لمسات شافية لكل جسد. يا رب أنا بأمر باسمك لأنك أمرتنا أن نشفي من كل مرض، باسم الرب يسوع المسيح أنا بطرد كل مرض جسدي موجود في الأجساد الليلة باسم يسوع، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض البنكرياس باسم يسوع، الأورام السرطانية بكل أنواعها باسم الرب يسوع، أمراض العيون باسم الرب يسوع، أمراض المفاصل. يا رب أنت إله قادر تجول وتصنع كل ربط، يا رب كل إنسان قد ربطه الشيطان أنا بأمر زي ما أمرت يا رب ابنة إبراهيم أن تفك من ربط الشيطان. أنا بصلي الليلة يا رب أن كل مؤمن وكل مؤمنة مقيد بقيود من العدو تنكسر باسم الرب يسوع. يا رب أنا بصدق في أمانتك وفي نعمتك أنك هتكمل مع شعبك بلمسات غير عادية في النفس وفي الروح وفي الجسد. أشكرك لأنك شفيع لنا، ونشكر الروح القدس لأنه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، ونشكرك لأنك شرفت اجتماعنا بعمل نعمتك، واشكرك لانك وصلت لكل قلب موجود في الاجتماع او قدام شاشات التلفزيون، وهتكمل ومجدك يرى على كل شخص على كل كنيسة وعلى كل شعبك في كل مكان. لك السجود والاكرام والمجد والعظمة من الان والى ابد الابدين، امين. قدام حاجات ملهاش جواب، قدام ألم فوق الاحتمال، قدام إله وكأنه غاب، وكل سهم شاك بسؤال، قدام حاجات ملهاش جواب، قدام ألم فوق الاحتمال، قدام إله وكأنه غاب، وكل سهم شك بسؤال، بإيه هرد وإيه هصد وإيه سند غير هو قال، بإيه هرد بإيه هصد وإيه سند غير هو قال، بإيه هرد وبإيه هصد وإيه سند غير هو قال، إيه سند غير هو قال، هو قال، هو قال، هو قال، هو قال، هو قال، ما تخافش يا ابني، هو قال، هو قال، هو قال، هو قال، واللي قال ولا مرة سابني، هو قال، هو قال، هو
زمن ما فيهوش صحاب قدام سنين مرة وتهان قدام بشر زي الذئاب قدام عدالة مزن همان قدام زمن ما فيهوش صحاب قدام سنين مرة وتهان قدام بشر زي الذئاب قدام عدالة مزن همان بإيه هرد وبإيه هصد وإيه سنة غير هو قال بإيه هرد بإيه هصد وإيه سنة غير هو قال بإيه هرد وبإيه هصد وإيه سنة غير هو قال إيه سنة الكريم. شكرا لأجل أنت اللي قلت ده كلامك نصب في كل ما قلته يا رب كل كلمة تخرج من فمك لا ترجع فارغة أبدا شكرا لأجل صوتك اللي بيشجعنا ويسندنا في الظرف الصعب المر أمام كل حائط عالي مرتفع شدد سواعدنا يا رب شدد أيدينا عشان نرتفع عشان ناخد قوة منك نكون بنمشي في موكب نصرة أنا بصلي يا رب في حياتنا مفيش يكون قدامنا حائط إلا وقدام عينينا شخصك الكريم اللي بيدينا قوة ويشددنا مكتوب إن الرب السيد قوتي الرب يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي أنا بصلي الوقت اللي جاي يا رب نكون بنمشي على المرتفعات نكون بننتصر نكون بنعدي في حروب ما نطلعش منها مكسورين لكن نطلع وإحنا غالبين بشخصك شدد أيدينا شدد حياتنا في شخصك يا رب مش عايزين نعيش ضعف لكن الوقت اللي جاي نكون بناخد بركات أكثر من الأيام اللي فاتت يكون لينا بركات عظيمة من قبلك يا رب بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت أنا بصلي يكون لينا هذه البركات في حياتنا ما نكونش فارغين يا رب لكن ممتلئين يا رب ومن ملئه نحن جميعا نأخذ يا رب نأخذ املأ كل احتياجنا مش بحسب احتياجنا يا رب لكن بحسب غناك في المجد في اسم الرب يسوع المسيح لكل كرامة وكل مجد أمين أمين اتفضلوا ارتاحوا نفسي أقول معكم ترنيمة جميلة بتقول كده بركات على راس صديق خلونا نعشم في الرب شوية كان في واحدة اسمها عكسة في سفر القضاء لما أبوها باركها بأرض قالت له أنا مش كفاية عليها الأرض أنا محتاجة أرض وينابيع قالت له أعطيني بركة قال لها أنت خدت أرض قالت له أنا عايزة أرض وعايزة ينابيع يقول الكتاب أنه أعطاها الينابيع السفلى والينابيع العليا إداها هو عنده سخاء وغنى خسارة تطلع من محضره وانت ما خدتش هيديلك بس أطلب لأنك أديلك وقت كتير ما طلبتش قل له أنا جاي أخد بركة من إيدك في حياتي بركات على راس الصديق ترنيمات في خيامنا يا رب يسمع صوت ترنيم في الخيمة بتاعتي يسمع صوت تهليل وفرح في خيمتي
راس الصديق بركات ترنيمان ترنيمان في خيام الصديق. يلا نقولها كمان بركات 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 على راس الصديق بركات ترنيمان ترنيمان في خيام الصديق. من الله أبونا في المسيح فدينا معزينا رب واحد عطا عطا بركات بركات على راس السكين بركات ترنيمات 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 في خيام السكين والسراج بين ايديك السياج حواليك شد الوعد والسراج بين ايديك واحتياج ونسيك دف اله غنى 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 المصير والأمان في المسير لضمان المصير والأمان في المسير راض عنه القدير من صليب النجاة بركة فوق السحابة حول طوق بالكنيسة الأم فوق السحابة حول طوق جوا قلبه يدب شوق يمشي نفس الاتجاه بركات تكون لينا في اسم الرب يسوع لأنك تتقدمه ببركات خير وضعت على رأسه تاجا من إبريز. افتخر بإلهك اللي عايز يباركك في الوقت اللي جاي ويدي لك نصرة وقوة. تعالوا نقف مع بعض ونخدم اجتماعنا بالصلاة الربانية. أبانا الذي في السماء ليتقدم
اهتمام لكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وخبزنا كفافنا أعطينا في أيامنا واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا لا تدخلنا القادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له القدرة والسلطان والمجد. نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون مع جميعنا وتدوم فينا. وكل شعب الرب قال معي آمين. سلام الرب معكم جميعا. الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.